وصلنا لأول محطاتنا لليوم هي رح تكون عن تعرف على الجمعية العلمية السورية للجودة من حيث التأسيس، الأهداف والرؤية وأيضا مهام الجمعية على المستويين الداخلي والخارجي، مع السيد عامر البسيط رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للجودة والاستشارية نتالي الطويل عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للجودة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباح الخير. صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا. نورت صباحنا اليوم. خليناك بداية أستاذ عامر من خلالك نتعرف على هيئة الجمعية الجميلة، نبذي عنها وأيمتى تأسست؟ نعم، أول شيء صباح الخير، أهلا وسهلا، نشكركم على الاستضافة. نحن أسسنا الجمعية العلمية السورية للجودة، تشكلت بعام 2004. هي جمعية أهلية غير ربحية، تشكلت بقرار إشهار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أسسها مجموعة من المهتمين بمجال العمل بالجودة بالقطر. طبعاً بدأت نشاطاتها من عام 2004 حتى تاريخ اليوم. تمام، رح ننتقل لعندك أستاذة نتالي. يسعد صباحكم ونهاركم سعيد. عارفينا أكثر على أهداف الجمعية. أهداف الجمعية بتظهر بنشر ثقافة الجودة وتوطين هالأفكار بالأشخاص والمنشآت سواء الصناعية أو الخدمية. طبعاً نشر ثقافة الجودة ليكون الجودة هي محاور بالنسبة لتقديم منتج بمستوى بيلاقي موضوع الميزة التنافسية مع منتجات أخرى مثيلة له خارجية، وكمان بالنسبة لموضوع تقديم الخدمة كمان نحن بناخد على المحورين تقديم منتج وتقديم خدمة بمستوى جودة يضاهي المنتجات والخدمات الخارجية. يعني أنا هون بحب ضيف شغلي على مدام نتالي، نحن نهدف إلى نشر ثقافة الجودة بين المواطنين ونشر ثقافة الجودة بين المنتجين، يعني نشر ثقافة كمستهلك ومنتج. هذه الموضوع اللي حابين نشتغل عليه كتير، بدنا نفهم كمان المنتجين اللي هني أصحاب الفعاليات المنشآت المعامل اللي هي إنه نحن لحتى تحصل على شهادات الجودة ما تكون تشكل عبء عليك، يعني هي بالأخير بتعود بفائدة عليك وليس فيها دفع تكاليف زيادة بالنسبة له. وبالمقابل كمان بدنا نفهم المواطن نشر ثقافة الجودة عنده أنه دائما يسعى نحو المنتج الأفضل من حيث الجودة والمواصفات. الارتقاء بهالمؤسسات الإنتاجية والخدمية لتقديم خدمة ومنتج مثل ما قلت لك أنه بيكون دوما بمستوى عالي بتطبيق نظم الإدارة وخصوصا نظم إدارة الجودة. تمام، كرمال تطبق هذا الرسالة الجميلة نحن بحاجة للجان تكون مشرفة وتكون مختصة بكل قسم ضمن الجمعية. من 2004 لليوم عدة لجان رح نتعرف عليها من خلال حضرتك سيد عامر. نعم، نحن ستة بجمعية العلمية السورية للجودة، بتشكل عنا مجموعة لجان عن طريق مجلس إدارة الجمعية، أهمها أو مش أهمها يعني هو المحوري تبعها هو لجنة التدريب اللي حاليا مستلمة الست نتالي، ونتمنى تنجح بهالمهمة اللي إن شاء الله. إن شاء الله. في عنا كمان لجنة البحث العلمي، وفي عنا لجنة الإعلام والعلاقات العامة. نعم. هذه اللجان طبعا في تعاون من بعضهم، يعني ممكن يكون أحد الزملاء عضو بأكثر من لجنة بحيث يكون في تعاون دائم ومستمر بين هاي اللجان لتفعيل وتنشيطها تأدية مهامها بشكل يعني منظومة. بنقدر نقول هاللجان كلها بتشكل منظومة بتتناغم مع بعضها وبتتفاعل لتقدر تقدم أكيد الرسالة والهدف تبع الجمعية. تمام. اللي حكينا خلينا نحكي عن رؤية الجمعية بشكل عام وأيضا الرسالة، أكيد في رسالة لهي الجمعية، خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. الرؤية اللي تأسست عليها الجمعية إنه الجودة هي جوهر الحياة سواء بالتطبيق عنا أو من خلال الحياة اليومية بالعمل من خلال هالتناغم بكل مفاصل المجتمع. هي بالنسبة للرؤية تبعنا. بالنسبة للرسالة مثل ما تفضل أستاذ عامر، رسالتنا أنه نحن نوطن هالأفكار بالنسبة لتطبيق النظم الإدارية ونظم إدارة الجودة سواء للمستهلك أو للزبون، لأنه بالنهاية هو جسر ثقة بين الطرفين سواء المنتج أو مقدم الخدمة والمستهلك. فبهالجسر متى ما بنت ثقة صحيحة على قواعد أساسية اللي هي نظم الإدارة ونظم إدارة الجودة، فبنحصل على أمور أنه بترتقي بمستوى تقديم الخدمة والمنتج.
لأنه هو من أهم العملية تطبيق أنظمة الجودة بأي منشأة هي إرضاء الزبون. يعني الزبون هو الملك، يعني إرضاء الزبون بمتطلباته والوصول إلى أرقى أو أجود منتج بيرضي متطلبات السعر الزبون. المناسب أكيد طبعا هي المعادلة إنه الوصول إلى أفضل منتج بأقل التكاليف. صحيح. يعني عم تقدروا تطبقوا هذا الشيء؟ والله حاليا ضمن الظروف يعني بهالظروف الصعبة في صعوبات أكيد بس نحن عم نحاول يعني رح نحكي عنها، ولكن خلينا بضمن مهام الجمعية سيد عامر. اليوم عم نحكي على مستوى داخلي ومستوى خارجي، اليوم عندكم مهام وأكيد تفصلوا بين المهمتين داخليا وخارجيا، خلينا نضوي على هاي الفكرة. نعم، نحن بالجمعية العلمية السورية إحدى مهامها هي نشر ثقافة الجودة، إقامة من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات. في عنا اليوم العالمي للجودة بيجي ب 17 تشرين الثاني من كل عام. بتحرص الجمعية العلمية السورية للجودة بإقامة ندوة وطنية على مستوى القطر حسب كل سنة بمجال معين، مرة بالصناعات الدوائية مرة بالصناعات الغذائية، بنشوف شو الجهات المهتمة أكثر بإقامة هاي الندوة بنتعاون معها. يعني هذه أهم شغلات، نشر الثقافة، إقامة الندوات، التعاون مع الجهات التشريعية، غرف الصناعة، المنظمات، الجهات المهتمة بهذا الموضوع الجودة، بحيث نقدر نلقي محاضرات بيصير في تعاون بين إضافة إلى نحن عنا بشكل دائم إقامة الدورات دورات تدريبية توعية بمقر الجمعية. نعم. مين عم يكون مسؤول عن هي الدورات؟ يعني الدورات عنا الجمعية في شيء داخلي وفي شيء خارجي. يعني نحن في من أعضاء الجمعية المهتمين اللي مسجلين بالأعضاء الجمعية عنا الحقيقة بالجمعية خبرات من كل المجالات، خبرات متميزة على مستوى وطني يعني كتير كبيرة بكل المجالات. تمام، خلينا نحكي أكثر عن المحاور اللي بتتناولوها ضمن هي الندوات، وقديش بيتم التحضير لكل ندوة بتقوموا فيها؟ نحن هلأ الندوة اليوم الوطني للجودة اللي مثل ما تفضل أستاذ عامر هي بآخر شهر تشرين الثاني نوفمبر، من هلأ باشرنا نشوف انه كيف نقدر نعمل عمليه تغطيه. طبعا بتاخذ اكثر من محور، ممكن تاخذ محاضرات، ندوات، ورشات عمل، حتى نحن عاملين جائزه الجوده لافضل تجربه ميدانيه او تجربه نظريه بنقدر نقول بنقدر نطبقها بشكل ميداني سواء بالمنشآت تبعنا بمحورينا الصناعي والخدمي. فمن هلا باشرنا نحن اجتماعاتنا بشكل دوري، تقريبا عم نجتمع كل 10 ايام مشان نحضر لهذا الموضوع ليطلع بشيء مناسب ويرتقي لليوم الوطني للجوده عنا. حتكونوا قد ودود إن شاء الله. يعني من 2004 اليوم نحن عم نحكي عن خبرة وثقافة صارت على مستوى جدا جيد. يعني سيد عامر وقت ذكرنا بعض المهام ذكرنا أنه في بعض الصعوبات عم تعترض عملكم، ولكن عم تقدروا من خلال خطط إسعافية. يعني نحن مرقنا فترة كانت الخطط جميعا إسعافية، يعني ضمن الظروف اللي مرقت فيها سوريا. شو أهم الصعوبات اليوم اللي عم تعترض عملكم؟ ستنا هي أهم الصعوبات اليوم الحقيقة مثل الصعوبات اللي عم تواجه كل القطاعات بالبلد. يعني الصعوبات المادية، الصعوبات نحن عم نعاني شوي بموضوع مقر الجمعية، بموضوع إقامة الدورات، بالمشاكل اللي عم نعانيها مثل كل المجتمع السوري بالموضوع الكهرباء أحيانا بيكون عم بيعيقنا شوي. يعني هاي المشاكل اللي كل البلد عم تعاني منها، الموارد يعني احيانا الموارد قلة الموارد مثل كل هالجمعيات او كل هالقطاعات المنظمات عم تقطعوا منا. يعني اكيد اكيد يعني نحن دائما بنلاقي خطط مثل ما قلتي اسعافيه او خطط بديله وسريعه مشان نحن نقدر نظبط هالامور. بس مثل ما تفضل استاذ عامر، مقر الجمعيه نوعا ما هلا عم نفكر بشيء يكون شيء بيناسب موضوع الجوده. نحن يعني بتعرفي جمعيه علميه نحن من خلالكم بندعي كل الفعاليات والمنتجين على انه يتبنوا هاي الجمعيه لنوصل الى مقر فعلا يليق فيها. يعني احنا لاسمها ولاهدافها ولرسالتها ورؤيتها اكيد ان شاء الله يا رب. اليوم وقت بدنا نحكي عن الجوده اكيد لها اهميه كثير كبيره وخصوصا بدعم الاقتصاد الوطني، خلينا نحكي شوي عن هذا الجانب. نحن في عنا تجربة بالبلد أنا بحب دائما ضوي عليها،
هي تطبيق أنظمة الجودة بقطاع الصناعات الدوائية مطبق تقريبا من عام 1999 أو عام 2000 صحيح. على ما أذكر 99-2000 تمام. هذا الشيء شهد يعني نتيجة تطبيق أنظمة الجودة بمعامل الأدوية بسوريا شهد تطور كتير كبير بصناعات الأدوية. يعني أنا من خلال اطلاعي بشكل مباشر على معظم معامل الأدوية بسوريا ارتقى كتير بالصناعات الدوائية بسوريا. نحن بنطمح على أنه تطبق تجربة الصناعات الدوائية اللي طبقتها وزير الصحة اللي طبقتها وزارة الصحة على معامل الأدوية تكون كمان بغير وزارات. مثل يعني في قطاع كتير مهم أنا حاطه في بالي أنه هو قطاع الصناعات الغذائية يصير يرتقي ونوصل فيه فعلا للدرجة اللي وصلت للصناعات الدوائية. الصناعات الدوائية ارتقت بشكل كتير كبير بعد تطبيق أنظمة الجودة بالصناعات الدوائية. وصلنا نحن خصوصا قبل الأزمة صار المنتج الدوائي يضاهي المنتج الخارجي صحيح. يعني كمواصفات وكفعالية سواء مادة أولية أو بكل المحاور الخاصة بهالمنتج الدوائي، فكتير صرنا نحن لنا ميزة تنافسية. فمشان هيك نحن بندعي كل شيء خاص بوزارة الصناعة هالموضوع، انه بالنسبه للصناعات الغذائيه لانه كثير الموضوع الغذاء حساس بتعرفي لكل الفئات العمريه، هو كيف الدواء لسا انا بعتبره اكثر حساسيه لانه هو تناول بشكل يومي صحيح. فضروري انه يصير في تطبيق نظم اداره سواء جوده او صحه وسلامه او بيئه، لانه هذا كثير بيهمنا وبيضل بيرتقي بهالموضوع ومواصفاته. نتمنى نحن نرجع بهذا المستوى الدوائي لقبل الازمه. نحن يمكن أو أكيد القطاع الصحة من أهم القطاعات وأكثر قطاع تضرر خلال الأزمة وخلال سنوات الحرب، كان في تراجع ولكن كان ظروف خارجية يعني مو بإيد للأسف، كان تخريب ممنهج خاصة للقطاع الصحي للأسف. يلا بهمتكم وبهمت كل حدا مهتم رح نرجع نشوف هذا الازدهار يعني إن شاء الله الصناعيين كلهم وبوجود الجمعية إن شاء الله، وخاصة الخبرات القديمة بنوجه لهم كمان تحية اللي نحن أسسنا جمعيتنا بوجودهم، فإن شاء الله بنرتقي ونتجاوز هالصعوبات وبلشنا. يعني أنا ملاحظة هالسنة سنتين لا رجعت موضوع الجودة والاهتمام ببناء أنظمة والعمليات وهالأمور رجعت أفضل من قبل أكيد. بدها وقت القصة أكيد أكيد، مثل أي صناعة أو أي شغلة أكيد أي نحو. ست نتالي حضرتك مسؤولة تدريب بالجمعية وذكرتي نقطة كتير مهمة أنه أنتم اليوم اعتمدتوا على الخبرات القديمة، يعني اليوم هاي الخبرات ما نشأت من فراغ، كان في إلى كورسات وندوات لقدرت تثقل نفسها. خبرينا عن مهامك أكثر، اليوم شو أكثر شيء بتهتم فيه ضمن قطاعك؟ أول شيء نحن عم نحط الإجرائية تبع التدريب عنا جمعية، طبعا هذا له وثائقه له سجلاته، خاصة انه نحن بنحط خطة للتدريب لفترة 6 أشهر لقدام، بحيث انه نحن بنعمل دورية في تنوع في دراسة احتياجات الفئات اللي نحن المستهدفة. يعني نحن الفئات المستهدفة عنا طبعا الطلاب بهمنا كثير انه نحن نركز عليهم لانه هن عبارة عن النشء القادم بالنسبة لسوق العمل، بهمنا الخبرات الجديدة اللي بتحتاج هذا الشيء، وبالإضافة التحسين والتطوير بيهمني كثير بلجنة التدريب، انه نحن عنا اكيد خبرات مثل ما تفضلتي، بس دائما نحن المواصفات اب تو ديت، كل فترة 7 سنين 10 سنين بتتغير المواصفة او بتتحدث على حسب المنظمة العالمية للتقييس، فبالتالي نحن بيهمنا دائما انه نكون اب تو ديت، فعنا هدف كمان باللجنة التحسين والتطوير، فبنحط احتياجاتنا او خططنا التدريبية كدورات تدريبية نوعية بناء على هالمحاور. أكيد هذا كله بيستغرق منكم وقت وجهد للتحضير وتعب والموارد مثل ما قلت لك سواء المادية أو البشرية مشان نقدر نوصل لدورة نوعية أو تخصصية بمستوى للجمعية بلاد. كمان مثل ما له دور الجودة بدعم الاقتصاد الوطني، كمان له دور بالمؤسسات التعليمية برفع هذا المستوى. خلينا نحكي كمان عن هذا الدور أكثر. نعم، هلأ في بدأنا تقريبا من سنتين او اكثر شوي صار في مواصفه جديده، او هي مو جديده يمكن قديمه، تحدثت خاصه بالمنشات التعليميه والتربويه. ونحن هلا عم نطمح انه نبدا ننشر هذا الشيء ما بين الجامعات الخاصه، ما بين
حتى الجامعات الحكومية، حتى المدارس الخاصة، القطاع العام والخاص تماما، القطاع العام والخاص يعني بهالمجال ما بنفرق بيناتهم أكيد، لحتى نرتقي بهذا الموضوع التعليمي اللي هو الموضوع التعليم كتير أساسي بهو إنشاء وتأسيس الجيل لبعدين لحتى يكون هو قادر على القيام ببناء هذا الوطن. اليوم هل في خطة؟ يعني كلام السيد عامر جدا جميل، ونحن مثل ما ذكرتي ست نتالي إنه اليوم المستقبل هو شباب جامعة لليوم، يعني طبيعي. حتى إذا تجي للقبل المدرسة موضوع الجودة والارتقاء بالمستوى التعليمي هذا كتير مهم، مفروض يكون ثقافة عامة يعني تدرس حتى بكل بالوزارة التربية أو وزارة التعليم عالي كلهم عندهم مكاتب خاصة لضمان الجودة، بس للأسف ما نفعله بشكل الصحيح. طيب اليوم وين دوركم؟ نحن دورنا باشرنا إن شاء الله بموضوع أنه نقابل الأشخاص المسؤولين بهالموضوع، مشان تماما القيمين، مشان نفعل هالمكاتب الموجوده. في عنا كواليتي مانوال فيون دليل جوده سواء بالتربيه او بالتعليم العالي، بس للاسف لسه ما تفعلت. بدها ادوات لهذا الموضوع، ادوات اشخاص قيمين لهذا الموضوع، بالاضافه للماده العلميه اللي هي موجوده، المواصفه عنا اياها موجوده، سواء مواصفه اداره الجوده او اداره التعليم، بس بدها تفعيل اكثر. فان شاء الله نحن هالفتره بدنا نشتغل على هذا الموضوع تفعيله بشكل صحيح، بس مع الاشخاص الطبيعي لانه هي بالنهايه مثل ما قلت لك منظومه، نحن من طرف وهن من طرف. ذكرتي بالدورات التدريبيه وذكرنا دور الجوده بدائم التعليم ورفع هذا المستوى. اليوم اذا بدنا نحكي عن الطلاب اللي عم يتدربوا، ذكرتي انه عم تستهدفوا الطلاب اكثر الفئات، او كيف اقبال الطلاب اليوم او الاعمار منهم اللي عم يكونوا في عندهم اقبال اكثر لهي الدورات التدريبيه؟ وجود اختصاص اداره الجوده بالجامعه الافتراضيه كثير اعطى ضوء سبوت لايت لهذا الموضوع. فنحن التدريب عم بياخذ شقين، تدريب ميداني نحن بالجمعية بناخد الطلاب ناخدهم على المنشآت الصناعية أو الخدمية بنورجيهم حالات عملية، كيف نحن العملية بنعمل عملية كنترول لها سواء بمدخلاتها أو بمخرجاتها، وفي عنا الناحية النظرية. اللي ساعد مثل ما قلت لك هو وجود ثقافة الجودة وطرح هالاختصاصات بالجامعات سواء بالافتراضية أو بجامعة دمشق، أنه صار عنا هذا الاختصاص، فعم نلاقي إقبال من الطلاب ليقدروا يدخلوا سوق العمل أولاً، بعدين صارت من أحد المتطلبات بأي وظيفة أو بأي شاغر أنه يكون هو له معرفة بهذا الثقافة أو بهالإدارة، إدارة الجودة أو بنظم الإدارة، يعني وخصوصا بالصناعات مثل ما قلت لك، يعني سواء دوائية أو غذائية. الطلاب اللي كان على أبواب تخرج جديد فبيهمه أنه يقوي السي في تبعه، حتى فبيلجأوا إلى القيام بهاي الدورات ل يعني تحسين تقوية يعني فرص عملهم بالمستقبل. اليوم سوق العمل عم يطلب السيفيات يعني الخبرة العملية أكثر من هاي. بدنا نشكر وجودكم لليوم، نتمنى لكم النجاح والتوفيق بنشاطات الجمعية، ونشوفكم واصلين للرسالة السامية اللي عم تحملوها. شكرا لك السيد عامر البسيط، رئيس جمعية مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة، والاستشارية نتالي الطويل عضو مجلس إدارة الجمعية. تحياتنا لكل فريق الجمعية من خلالكم. شكرا لكم وكل المعلومات، أكيد جهودكم مشكورة. بقية نهار حلو لكم.